المشكلة الرئيسية والمسبب الرئيسي للمشاكل هو وجود سلطات الاحتلال وسيطرتها الكاملة على مصادر المياه. هذا يؤدي إلى قلة مصادر المياه المتاحة للفلسطينيين، وبالتالي تترك هذه القلة الأثر على مياه الشرب وعلى مياه الزراعة. بالإضافة إلى ذلك هناك سوء إدارة على المستوى المحلي سواء بالزراعة أو بالشرب، بالإضافة إلى ذلك أن هناك ضعف في الإطار القانوني والمؤسساتي لمشاكل المياه، وأهم قضية أخرى هي التلوث وخاصة في قطاع غزة. طورنا استراتيجية فلسطينية لقطاع المياه تشمل خطة قصيرة الأمد وخطة طويلة الأمد. خطة قصيرة الأمد تحتوي على خيارات تطويرية لتحسين وزيادة كمية المياه لكافة القطاعات سواء الزراعة، الشرب، السياحة، الصناعة. وهي الخيارات التطويرية تشمل على تأهيل آبار، حفر آبار، تأهيل ينابيع، حصاد مائي لمياه الأمطار من خلال الأودية وغير الأودية، بالإضافة إلى تحلية المياه خصوصا ما يخص قطاع غزة، لأن قطاع غزة زي ما احنا عارفين الوضع فيه كارثي. 95% من المصادر المائية غير صارح للاستهلاك الآدمي، والخزان الجوفي مدمر تقريبا. أي حلول خلاقة.